بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في المهندسين في تصوير حملة 100 مليون سايح، وزي ما قلت نصور الحاجات اللي تفتح النفس والحاجات اللي شكلها حلو في بلدنا والحاجات الجميلة، عشان بلدنا أصلا جميلة. هنخش دلوقتي بقى على الزعيم، البيتزا بقى والفطاير والحلو والحاجات اللي تفتح النفس برضو. أنا ملوش غير اللي يفتح النفس. تعالوا معايا نبص على الشغل ده، عشان هنا حاجات جميلة جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رجالة. قول لي ده ايه بقى؟ ده مشكل لحوم، اكس لحوم. وده حواوشي؟ ده حواوشي. وده ايه؟ جمر جليتر. طيب دي ب10 جنيه؟ والله. طب ودي؟ 7 جنيه. 7 جنيه بس؟ الاسعار دي بتاعت البيع فعلا ولا عشان انا بصور؟ يعني الناس لو جت هتشتري كده؟ هتشتري ب10 جنيه؟ فعلا؟ دي ب7 جنيه. مش هيدفعك 10 تانية بعدين؟ يعني ده لو عيش فاضي هتبقى ب10 جنيه. احنا بنعمل حاجة للسياحة، فبنعرف الناس شكل البلد وجمالها. والشباب اللي زي الورد ده اللي شغال وشقيان وبياكل عيش بالحلال بدل الناس اللي بتتسكع. واحده كده ورينا شغلك يعني كده والدنيا. ده جاهز طبعا، هيروح الفرن. ده اللي هو بيقول عليها ب7 جنيه بره دي. تمام. والحواوشي بيقول ب10 و15. بصوا يا جماعه، المحل ده اللي ما يجيهوش خسران بالبلدي كده. انا شخصيا يعني لما تلاقي فطيره ب7 جنيه ده باكل بسكوت ب10 جنيه اللي ملوش لازمه، يعني ما بياكلش عيل. فطيره ب7 جنيه وحواوشي ب10 جنيه وحاجه عظمه ما شاء الله، والريحه والدنيا. لازم تيجوا المحل ده، عرب بقى مصريين كله يجي هنا. ده كده النهارده نكتفي بيه النهارده في حمله 100 مليون سايح. احنا نجيب 100 مليون سايح على المحل ده لوحده. المنظر الجميل ده السريع، الحاجة الخفيفة دي. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.